سنربط الاتصال مع أستاذ الاقتصاد وأمين سر الجمعية الاقتصادية الخليجية الأستاذ عبد المحسن فرج المطيري. صباح الخير أستاذ عبد المحسن، وأكيد رح ناخذ معك الاتصال أحمد. نعم، صباحك الله بخير أستاذ عبد المحسن، وطبعا نقول حياك الله في معنا في برنامج العالم هذا الصباح والتغطية الخاصة للعلاقات الكويتية البحرينية. كيف تنعكس زيارة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أهمية العلاقات والروابط بين دولة الكويت ومملكة البحرين؟ أرشي صباحكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة، وصباح الخير لمشاهدينكم وصباح الخير للضيف الدكتور عبد الواحد. طبعا تأتي زيارة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه استكمال الجولة الخليجية بدأها في المملكة العربية السعودية ومن ثم سلطنة عمان والآن طبعا في مملكة البحرين. طبعا هي انطلاق لأهمية استراتيجية لتوليها الكويت طبعا وصاحب السمو حفظ الله لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن هذا عمقنا الخليجي عمقنا استراتيجي مهم، ويبين العلاقات الأخوية والتاريخية اللي تجمع طبعا دولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي زيارته صاحب السمو الآن المملكة البحرين مجسدة لهذه العلاقة التاريخية اللي تجمع من الكويت ومملكة البحرين. طبعا تطوير وتعميق العلاقة في شتى مجالات استثمارية، يمكن أنتم ذكرتوا في التقرير المجالات وعدد الاتفاقيات اللي تقريبا وصلت إلى 50 اتفاقية بين يعني دولة الكويت ومملكة البحرين في مناحة ومجالات مختلفة استثمارية وصناعية تجارية وثقافية. وطبعا أهميتها هي تعزيز الاستثمارات البينية بين البلدين، توطين مشاريع مشتركة بين الكويت ومملكة البحرين، بالإضافة إلى طبعا مجالاتها المختلفة من التجارة الإلكترونية كما ذكرت بالتقرير وحماية البيئة وتبادل المعلومات والجانب الثقافي. هذه كلها طبعا جوانب مهمة واتفاقيات مهمة تجمع بين دولة الكويت ومملكة البحرين. صحيح أستاذ عبد المحسن، يعني ياريت لو نتكلم عن حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ومملكة البحرين، برأيك كيف سيحقق التنمية الاقتصادية بين البلدين؟ إذا نظرنا إلى حجم التبادل التجاري كان تقريبا بحدود أو أقل من $80 في عام 2010، والآن تجاوز الـ 500 مليون تقريبا أو وصل إلى $500 مليون أمريكي. فهذه لها أهمية كبيرة بالنسبة للدول، وطبعا هي تأتي أيضا من ضمن اتفاقية اتحاد الجمركي الخليجي. أهميتها أنها تساعد على زيادة الصادرات، زيادة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون. فوصل حجم الاستثمارات الكويتية للبحرين تقريبا أكثر من $2.5 مليار. طبعا في مجالات مختلفة في التعاون بيننا وبين البحرين، كمثال يعني ذكرنا قبل شوي عن التعليم، يوجد يعني ما شاء الله 1000 طالب كويتي في مملكة البحرين في جامعات مختلفة في مملكة البحرين، وأغلب تخصصاتهم في مجال الطبي أو أكثرهم في مجال الطبي. كما ذكر تقريركم يعني تكلمنا عن صندوق الكويتي التنمية الاقتصادية العربية، يعني ومشاريع لإقامها تتجاوز طبعا أكثر من كما ذكرتم $1.5 مليار في قطاعات مختلفة منها الصحية والتعليم والإسكان والنقل. وهذه شيء مثل يعني شيء مهم بالنسبة للتعاون بين دول الخليج، خاصة بين مثلا دولة الكويت ومملكة البحرين من ناحية زيادة الاستثمار وزيادة التنمية التبادلية بين دول التعاون. طبعا لما نتكلم عن حجم الاستثمارات الكويتية في مجالات مختلفة، يمكن شفنا في بنوك كويتية موجودة في البحرين، بنوك أيضا بحرينية لها فروع في الكويت، وهذا حجم الاستثمارات الكويتية في مجالات مختلفة من ضمنها طبعا حجم القطاع العقاري. وهي يبين أن يعني البحرين ومملكة البحرين لديها بيئة داعمة لتنوع الاستثمار وتشجيع الاستثمارات في مملكة البحرين. نعم، لنعرج على الاتحاد الجمركي أستاذ عبد المحسن، برأيك كيف سيلقي بضوئه على العلاقات الخليجية عموما والكويتية البحرينية على وجه الخصوص؟
إذا تكلمنا عن الاتحاد الجمركي الخليجي، يعني اتفاقيات الخليجية بدأت، الاتفاقية الاقتصادية كانت تتكلم عن بداية منطقة تجارة حرة، بعدين تحول إلى اتحاد الجمركي الخليجي، لم يصل إلى الصورة الكاملة حتى الآن، لكن ساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، يعني وهذا يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، يعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس والعالم، يعني زادت الحجم التبادل أو التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من تقريبا 100 مليار دولار، وهذا شيء مهم جدا لأنه يساعد على زيادة الصادرات بين دول مجلس التعاون وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، يجعل دول مجلس التعاون يعني كتلة تفاوضية اقتصادية قوية تستطيع أن تتفاوض مع الكتل الاقتصادية الأخرى. الآن يعني بين مجلس التعاون الخليجي و دول مختلفة هناك يعني مناقشات لاتفاقيات تجارة حرة، يعني بين مجلس التعاون الآن مع ككتلة واحدة مع تفاوض مع بريطانيا، أيضا قاعد يتفاوض مع جمهورية الصين مع نيوزيلندا، وقع مؤخرا اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية باكستان وكوريا الجنوبية، وكما تعلم كلما كان هناك يعني اتفاقيات تجارة حرة مع دول ساهم أيضا في تعزيز الصادرات بين الدول الموقعة لهذه الاتفاقيات، يساعد المشاريع أو الشركات الموجودة في دول مجلس التعاون على تصدير منتجاتها، وكما تعلم يعني كل دول مجلس التعاون تسعى إلى تنويع اقتصادياتها بعيدة عن النفط، وهذه الاتفاقيات تساعد بشكل أكبر، يعني بالإضافة إلى أهمية الاتفاقيات هذه تساهم في تخفيض التكاليف للمصدرين وأيضا للموردين، وبالتالي يساهم بوجود أسعار جيدة أو مناسبة في الاقتصاديات الخليجية. يعني حتى نتكلم عن اتفاقيات أكبر متحجبة، لكن نتكلم عن مثلا عن الربط الكهربائي، وهذه أهميات استراتيجية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تعلم يعني في الصيف الماضي الكويت احتجنا إلى الكهرباء، فتم الاستعانة بالشبكة الخليجية، وهذا أهمية استراتيجية. طبعا نسعى إلى يكون نوصل إلى أو مجلس التعاون حسب الاتفاقيات في دول مجلس التعاون أنه يوصل إلى السوق الخليجية المشتركة، هذا طموح كبير جدا في تكامل الاتحاد الجمركي الخليجي، وأيضا إلى وصلنا إلى تنفيذ بعض المشاريع المهمة كمواصلات وسكك الحديد اللي المفروض أنها تكون بدأت لكن تم التأخر في مشاريعها، الربط المائي اللي المفروض أيضا يتم، هذا تم إقراره من قادة دول مجلس التعاون لكن حتى الآن يعني يتوقع أن يتم ربط مائي كما صار بالربط الكهربائي، وهذا أهمية استراتيجية بالنسبة لدول مجلس التعاون. كما ذكرنا حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 100 مليار دولار، لكن نطمح أن يكون أكثر، وهي تعادل تقريبا 10% من الناتج المحلي الإجمالي دول مجلس التعاون الخليجي. نعم. أو من عفوا يعادل 10% من حجم التجارة الخليجية البينية اللي تعادل تقريبا تريليون دولار مع الدول الأخرى. نعم، يمكن بينت مناحي عديدة عن العلاقات الكويتية البحرينية الاقتصادية تحديدا والعلاقات الكويتية الخليجية في هذا الجانب. أستاذ الاقتصاد وأمين سر الجمعية الاقتصادية الخليجية الأستاذ عبد المحسن فرج المطيري، شكرا لك على هذا الكلام ويعطيك العافية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا.